العضو المؤسس في أكت سامي صعب. أهلا وسهلا. أول شيء ماريو لازم نعترف أنه بلدنا ضايع، مشان هيك مطلوب منا كلنا نرجع نلاقيه، لأنه اليوم المشهد اللي عم نحكي عنه كلنا اللي صار من كم يوم، أنا بسميها هيدي يعني أنه صارت لأنه بكل بساطة أنه ما في دولة. لأنه اليوم هالمعركة أو هال يعني شو سبب اللي صار؟ سبب اللي صار تحقيق المرفأ، وهلأ لحتى نطلع من يلي صار عم نعمل تحقيق. طيب يا خيي نحن إذا يا نحن مع التحقيق نطلع من يا نحن ضد التحقيق، بس بدنا نعتمد. ما فينا يعني إنه ما في يكون دولتنا سطر إيه سطر لا، يا بدنا نعترف إنه في دولة وفي عدالة وفي تحقيق يا لا. أنا شخصيا ما بقبل أبدا شوف مشهد في سلاح غير سلاح الجيش اللبناني. ليش بدي أشوف بريد غير مرفوعة غير بريد الجيش اللبناني؟ وبعدين مع علي عنده كل الصور، كل واحد حامل كان رشاش يضبه، هين كتير. إنه معليش يعني خلينا نحكي الأشياء مثل ما هي، دولتنا مخطوفة، يا بدنا دولة يا ما بدنا دولة. بعدين أنا خوفي الأكبر إنه كل هالعملية صارت لحتى ننسى شو صار بالمرفأ. مشكلتنا الكبيرة إنه بدنا العدالة، في جريمة طويلة عريضة، في جريمة عصر صارت. هلأ كل الحديث صار عن شو صار بالطيونة. يا خي إذا الطيونة صار مصيبة، شو منسمي شو صار بالمرفأ؟ ما لازم ابدا عن جد نضيع البوصله، لازم نضلنا مركزين على موضوع المرفأ وعلى موضوع العداله. يا بدنا تحقيق، يعني انا ليش بدي انطر التحقيق تبع الطيونه بس انه بدي انسف التحقيق تبع المرفأ؟ سؤال بينسأل.